حنين لاعبي كرة القدم إلى الأجواء التي لطالما شكلت مرحلة أساسية في حياتهم، اليوم ظهر ذلك جليا على أدائهم وسط أجواء تنافسية مع زملائهم. على أرضية المدينة الرياضية في الزنتان انطلقت بطولة الشروق الأولى التي استهدفت مشاركة الرياضيين القدامى من مختلف الأندية في مناطق الجبل الغربي. اليوم أول ظهور لنادي الشروق، الحمد لله تفوقنا في أول مباراة ضد الازدهار القلعة. صراحة نقول نشكر التنظيم لهذه البطولة، صراحة أخوي دويب وأخوي جلال دريس ومجموعة اللي قايمة بدورها في التنظيم. الحقي التنظيم الصراحة تنظيم عالي ممتاز جدا. طبعا ما لا ننسى نشكر حكامنا الصراحة أخوي بوصاع وطارق ومنير البدوي، المجموعة كلها الحمد لله. يعني بطولة كويسة، نقدر نقول تغيير الجو، فرق مشاركين فيه من كافة مناطق الجبل، بالإضافة إلى 4 فرق أو 5 فرق زنتان. الحمد لله المنافسة كويسة لحد الآن، بداية البطولة مشرفة إن شاء الله، وبإذن الله تعالى نكون في أحسن صورة وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. البطولة التي جمعت عددا من اللاعبين القدامى بدأت بشغف رياضي في كنف المستطيل الأخضر الذي شهد لهم مرات عديدة بمشاركتهم المميزة. البطولة تنشيطية قدام الجبل بتنظيم نادي الشروق، قدام الشروق تعتبر بطولة تنشيطية وكذلك حافز للحكام في نفس الوقت أن يقدموا المزيد المزيد، فهمت كيف؟ نقطة ثانية، الحاجة المفرحة أن لمت جميع المدن في الجبل. الرياضة دائما تجمع وهذا هدفنا الأساسي، ونفس المنوال اللي ماشيين عليه احنا كحكام. يعني الحمد لله حتى في البطولة عندنا حكام خارج زنتان وأمور إن شاء الله 100%. شهر رمضان هذا العام كان فرصة لإقامة أنشطة متنوعة تضم أبناء الوطن تحت مظلة واحدة، فالبطولة الرياضية اليوم عكست الروح الشبابية التي حافظ عليها اللاعبون مع مرور السنوات، لا سيما روح المنافسة والسعي نحو إحراز الفوز حتى ولو كان ذلك معنويا.